عودة إذا مشاهدينا الكرام بأسماء حضرتكم في الجزء الثالث لبرنامج بلاد سبور والذي نخصصه كما ذكرت قبل قليل للمنتخب الوطني وللمباراة المهمة طبعا مباراة الذهاب التي ستجمع المنتخب الكاميروني ضد المنتخب الجزائري يوم الجمعة إن شاء الله بداية من الساعة 6 مساء بتوقيت الجزائر في ملعب جابوما بدوالا الكاميرونية وبعدها مباراة العودة إن شاء الله راح تكون يوم الثلاثاء المقبل يوم 29 مارس هنا بملعب مصطفى تشاكر بالبوليدة بداية من الساعة 8:30 بتوقيت الجزائر. إذن كنت توفيق للمنتخب الوطني. تكلمنا على الجانب التقني ولو أنه راح نزيد نتوسع فيه أكثر. تكلمنا على الجانب التحكيمي مع شيخ مرزاق حلالشي الجانب التقني. طيب من مرحبا بك مرة أخرى سيد مصطفى بسكري, شرفتنا بكل المعرفة اللي قدمتها لنا. اجتماع عادل حجي وجلال يعيش حنتكلم على الجانب الإعلامي ولكن حنزيد نتوسع قليلا, سمحونا شوية معلش يا شيخ. الجانب التقني سؤالنا طبعا في الجزء الثالث من البرنامج, من الأكثر جاهزية لقيادة قلب هجوم المنتخب الوطني؟ نبدأ بالإعلاميين وبعدها نروح إلى الجانب التقني ولو أنه اليوم الشيخ هيعطينا رأيه شوية. ندخلك شوية في تقنيك معليش شيخ. يلا نبدأ بك عادل. فيه ثلاثي طبعا في هجوم المنتخب الوطني, نتكلم على إسلام سليماني, نتكلم على محمد بن يطو وكذلك إسحاق بالفضيل. نتكلم على الهجوم يعني قلب هجوم جوغ نافونسون اللي راح يكون في هذه المباراة. شكون هو اللاعب اللي تشوفه أكثر جاهزية وربما يكون هو مالك للحلول من أجل فك شفرة دفاع المنتخب الكاميروني في مباراة الذهاب؟ شوف يزيد, والنخب الوطني لما عمل دعوات للاعبين للقاء هذا اللقاءين الفصيلين ديجا كان مهاجم نحاه من القائمة اللي هو بغداد بونجاح, ما نعاودش نوليو الخيارات وخيارات تقنية للمدرب وهو يعرف الخيارات تاعو. في ثلاث مهاجمين اللي نقولوا احنا مهاجمين صريحين, سليماني بن يطو وبالفضيل, كل واحد عنده البروفيل تاعو. سي تروا بروفيل ديفيرون. نظن انه سليماني اللي عنده اكثر خبره وخاصه في المنافسات هذه, في المباريات هذه, مباراه يوم الجمعه ويوم الثلاثاء, نبداو احنا بيوم الجمعه راح تكون مباراه مصيريه, هي راح تكون مفتاح لمباراه العوده يوم الثلاثاء. يعني لو كان تعمل تعادل ولا تسجل في جابوما راح تسهل لك الماموريه اكثر 4 أيام بعدها في ملعب تشاكر. نظن انه في ثلاث لاعبين هذو اللي ذكرناهم, سليماني بن يطو وبالفضيل, حتى ولو انه بن يطو يسجل كثير في البطوله القطريه, لكن ما ننساوش انه البروفيل تاع سليماني والفيكو تاعو داخل المنتخب الوطني وفي المنافسات هذه اللي راهي وفي اللقاءات اللي لعبها سليماني مع المنتخب الوطني, كان مصيري في لقاء روسيا في 2014, كان مصيري في لقاءات اخرى مع المنتخب الوطني, الان راهو يلعب بانتظام مع فريقه سبورتينغ ليسبون بعد ما عاد للفريق تاعو من قبل. انا بالنسبه لي راح يكون هو الاكثر جاهزيه حتى يقود هجوم المنتخب الوطني امام المنتخب الوطني. اسلام سليماني, جلال يعيش, كما كان يقول عادل, نظن انه المنتخب الوطني دوك نشوفوا يعني طريقه اللعب ولا واش هي استراتيجيه الناخب الوطني جمال بالماضي في المباراه هذه. نظن انه كما كان يقول اسلام سليماني تبقى عنده حدود كوافره اللي باش يكون هو قلب الهجوم, لماذا ستاتيستيكمو احسن هداف في تاريخ المنتخب الوطني, وكذلك راهو في فورما عاليه منذ عودته مع فريق سبورتينغ, سجل 4 أهداف لحد الان. لكن انا نشوف بالك طريقه اللعب تاع المنتخب الوطني, هل جمال بالماضي راح ينتظر المنتخب الخصم في بكتله دفاعيه منخفضه ثم ننطلقوا بهجمات معاكسه؟ نظن ان نلعبوا بالدي كونتر, ما نظنش اسلام سليماني اللي حيكون عنده البروفيل تاع ياخذ الكره ويروح بهجمات سريعه في الهجوم. مليح في الكره الثابته, عنده مورفولوجيا قويه, ولكن انا نظن انه يبقى, انا بالنسبه لي اسحاق بالفوضي من خاصيه التكوين تاعو والخاصيه البدنيه تاعو ولا يعني القوه تاعو في الكونفينيسير كيفاش يبني الهجومات, نظن انا البروفيل تاع بالفضيل احسن من اسلام سليماني. ابري يبقى بالنسبه لي لو شوا المدرب الوطني. اسلام سليماني, اسحاق بالفضيل. نجي عند الجانب التقني الشيخ مصطفى بسكري. فيه ثلاث مهاجمين, كل واحد والبروفيل تاعو, كل واحد والبطوله تاعو, كل واحد والمشوار تاعو الكروي سواء في المنتخب الوطني او في الانديه تاعهم. ميزابار اللاعب بن يطو لاول مره يلتحق بالمنتخب الوطني, الكل كان ينتظر فيه في الدوره العربيه كاس العرب فيفا ان بايتي سيليكسيوني, اليوم نلقاوه في مباراه حاسمه ممكن جدا اساسي. دونك ماذا بينا تعطينا حسب قراءتك طبعا ما هو اللاعب الاكثر جاهزيه واللي يسحق مكانه اساسيه او منذ الانطلاق طبعا في مباراه منتخب الكاميروني؟
هي كاين نقاط لابد تؤخذ بها الاعتبار. هي نوعية البطولة اللي راك تلعب فيها، أول بطولة قطرية، البرتغالية والألمانية. في المرتبة الأولى الألمانية، الثاني البرتغالية، ومن بعد القطرية. والآن اليوم ماذا تجربة اللاعبين؟ التجربة اللي راه يعني في المركز الأول هو سليماني، اللي كانت عنده في الماضي القريب جدا عندها شهرين اللي كان في هذا الميدان في هذه الأمور. ومن ناحية التقنية برهن أن في المباريات الحاسمة دائما يكون حاضر، لأن عنده قوة ذهنية كبيرة وكبيرة جدا، يعني متحمس ومتحمس جدا. يعني هذا اللاعب عنده هذا الصفة المعنوية اللي تخليه باش يكون هو ربما يكون هو الأساسي. أما بالنسبة لبلفوديل تقنيا يعني كما يقولوا لكاليتي انترنسك، عنده تكوين قاعدي أوروبي في أحسن ظروف، ربما تكوين يعني في نادي ليون فرنسي، ليون في فرنسا يعني ليون أوروبا أولمبيك ليون يعني، وليون عارفوا باللي التكوين تاعها دائما يعني مدرسة قوية وعالية في الهجوم شيخ بالطبع. والقوة تاعه هو أنه ماهوش إلا راس حربة محض، قادر يلعب في الأرويقة يعني قادر. ولهذا لما يلعب في الأرويقة قادر يلعب في الأرويقة ويلعب كراس حربة، إذا كانت يعني المنظومة تاع بالماضي كيفاش راح يلعب، هل يلعب 4-1-4-1، هل يلعب المنظومة هي اللي راح تفرض على بالماضي شكون اللي راح يحطه. اليوم اللي عندهم حظ كبير هو نظن بن فوديل مع سليماني، إذا باش تلعب يعني تلعب بهجومات مرتدة أو الهجومات السريعة ربما بالفوديل تقنيا قادر يعني يصنع الخطر وحده، لأن يعني تقنيا قادر يعني واحد ضد واحد يجوز ضربات بالرأس، حتى هو عنده بنية جسدية في المستوى قادر يعني يكون يعني إيجابي في الهجوم وإيجابي حتى في الدفاع، يعني لما تكون الضربات ثابتة ضد الفريق الوطني. هذه الأمور اللي راح تأخذ بها الاعتبار نظن تقنيا حسب يعني المنظومه اللي راح يلعب فيها الاجماع على اسلام على اسلام سليماني وبالفضيل في المركز الثاني. بنيطو ما فيش اجماع على انه ينطلق منذ يعني حتى يعني خلينا نسمع راي بالفضيل برك يعني باش جابوا ربما ماشي في المباراه الاولى فقط، حتى ربما الثانيه، لان اذا كانت النتيجه لابد علينا الفوز حتمي ربما باوي. ربما يلعب مهاجمين اثنين اللي هما يعني باش يخلط الاوراق. ممكن جدا نروح ل 4-4-2 جدا في مباراه العوده على حسب النتيجه كما قال شيخي جوستيمو، على حسب العوامل تاخذ بها الاعتبار على حسب الوضعيه داير سي سيلا. ونفهم علاش هاو كاين عدلان قديولا اليوم في المنتخب الوطني مثلا، المحارب عدلان قديولا بون شاكان سون افي بارابور لا سيليكسيون تاع هذا اللاعب، ويبقى خيار الناخب الوطني. شيخ عطينا رايك في من الاصدر في الانطلاق، ولا حبيت تحفظ يا بات بروبليم ماهوش مشكل. واش تحب نتكلم بعد كي يحضر الماء يبطل تيمم. اي يا شيخ كاينه حاجه لا على الاقل انت راك كيما نقولوا راك حكمت سليماني اون طونك كي كان جوار ولا لو كومبورتمون تاعو فوق التيران سي ان فيريتاب غري دونك سلا بو دير هذا لي تروك حابين كيما نقول لك تعطينا نظره على هذا اللاعب اللي راهو بالفوديل حاجه جيت ريها انا شيخ في بيان لانيماسيون لا ما شاء الله لا كي تحكي فيها حتى بنيتو كنا تعاملنا معاه كي كان هنا في سيفري في وفاق الصيف وديتو هرنا اتحاد الحراش كان في الجهه الغرب في المحمديه ولعب في الاجواء الافريقيه لعب كاس افريقيا مع وفاق الصيف فوز بها وهذا الشيء سي تري تري بون جوار كونتر الاهلي المصريه. كي نتكلموا على التقنيه انه اللعب تاع الكره ولا بنيتو بس بها كان سيفري عنده سيفري اهداف سيفري مستوى. اليوم واش نقولوا احنا رانا محظوظين بين عندنا ثلث اللي في الايام اللي فاتوا ما كانوش عندنا هذو ثلث ما كانش خيارات كما كان خيارين بسليماني بونجاح سليماني منه اليوم كاين ثلاثه بالفوديل مثله يعرف الاجواء الافريقيه. احنا ان شاء الله يكون راح يكون الامور راح تكون بالايجاب ان شاء الله واللي خيار يولي هذا ما نتمناه. نتمنى ان الامور تكون ايجابيه للمنتخب الوطني. نعاود نولوا شويه فقط للتشكيله شيخ، لانه اليوم عندنا المستوى والرصيد المعرفي حتى نناقش بعض الافكار، ما راهيش جريمه حذاريه البعض يريد الترويج لمثل هكذا امور. من ناحيه التقنيه كل واحد عنده حق باش يتكلم بيان سور، ولكن في المعقول بالطبع في المعقول. انا نهضر على سؤال شيخ اليوم احنا اليوم بسيط جدا بسيط جدا، حبيت نعرف تحليل تقني ومعرفي ان صح التعبير اللي واش راح نقول. اليوم الكاس افريقيا لعبناها ب او القائمه النهائيه اللي كانت توجهت لكاس افريقيا 28 لاعب ثلاث مهاجمين راس حربه يعني اسلام سليماني بغداد بونجاح عموره
اليوم مباراة مصرية من أجل التأهل إلى المونديال، ما فيش بغداد بنجاح، ما فيش عمورة، فيه إسلام وفيه عودة لبلفوديل وانتداب أو استدعاء لأول مرة لبني الطو. حبيت نعرف قراءتك، هل كانت أخطاء في على لما كنا في كأس إفريقيا أخطأ في الخيارات، أو المدرب أدرك أنه لازم تغيير حتى ولو كانت مباراة مهمة؟ بغداد بوجح غير متواجد في القائمة تماما، ولو أنه إسلام كان يمر بأوقات صعبة كان يستدعى حتى ولو كان ما يسجلش وكان ما يلعبش في بعض الأحيان إلا أنه كان يستدعى. اليوم بغداد غير متواجد تماما في قائمة 24 لاعب. ناخذ غير مثال ما بين سليماني وبونجح طربي، واحد عاود خدا طريق الطريق تاع لو سوكسي، عاود رجع ولا يسجل في اي بطوله، ماشي اي بطوله محترمه، خلينا نقول لا بطوله في المستوى طربي، لان سبورتينغ ليشبون ما بين احسن صافي صافي ديجو لعبوا ضد مانشستر سيتي سورمون كي عطاو نيفو، يعني له نيفو باوي. هذه هي سليماني رجع ولا هو الهداف حاليا في اربعه وخمس مباريات اللي راهم راه هو هداف. اما بالنسبه لبونجح يعني كمل في طريق الاهدار للفرص، وحتى يعني معنويا طولت ولهذا يعني الوضعيه الحاليه ما نقولوش غلط فيه في كاس افريقيا لا، يعني كانت بيسكون بو باسي اون بو باسي من مهاجم رئيسي اساسي الى عدم استدعاء تماما. فوالا سي احسن مثال جيرو اساسي شامبيون دي موند ماهوش في الفريق الفرنسي، عاود رجعوا هذا لانه بنزيما اصيب، هذه يعني حسب الظروف والوقت الحالي، لان يو سيليكسيون تمشي على حساب الزمان اللي تكون فيه والفورما اللي تكون تافهه. رائع جدا توضيح خاصه جداً. انه الناخب الوطني قال في الندوه الصحفيه قال لما لازمش المنتخب الوطني يصبح اللاعبين عاده انه نورمال نكون في المنتخب الوطني، لازم تكافح باش تكون في المنتخب الوطني، لازم كيش يقولوا يعني تستاهل كما قالوا الصحفي فوميريتي لانه قال بانه كاين بعض اللاعبين في الماضي والان حسبوا ان المنتخب الوطني يعني عاده حاجه مكتوبه في السي في. مي اوسي اوسي شيخ اون فو با البادر هذا اللاعب، لانه لاعب غوبا وشنو هي ربما باش نقدر نقولوا له للمستقبل، باش لانه بدون شك سامح لي الكوتش ما يعطيش قائمه موسعه، بدون شك راه متواجد في القائمه الموسعه، دونك يقدر يكون في مباراه العوده حذاري في ربما يسمح القانون عادل في ربما اصابه لا قدر الله كاش مهاجم ممكن جدا يستدعيوا بغداد بنجاح. هنا لازم اللاعب هو بحد ذاته ينتفض، يكون محضر ذهنيا لا ينتفض، لان اليوم ترك لعاب ذوي المستوى العالي، واش هو اللعب تاع المستوى العالي؟ انك لعاب تنافسي في كومبيتيتور، ما عندكش مباراه وديه وما عندكش مباراه رسميه، عندك مباراه لازم تربحها. حتى في التدريب عندك تدرب من الناحيه الذهنيه كيفاش تتغلب على الخصم الزميل تاعك اللي في في التدريب يكون خصم تاعك، لما تكون يعني مهاجم ضد المدافع ما يخليكش تسجل، راهو كيما نقول لك خصم تاعك، ولو انه الزميل ديالك لازم كيما نقول لك تعود النفس ديالك باش هذيك الروح التنافسيه سواء في المهاجمين او المدافعين. هذه هي، لان لما تخسر مباراه وتقعد تقول لي انا مازال ما وليت وكذا وخسرت لا كوب دافريك ومورال ما مانيش مليح، هذا ماهوش لعاب، القطار ما يستناكش، لا هذا ماهوش لعاب اللي تقدر تتكل عليه. صح، شيء ايجابي انه بعد ما خرجت القائمه كان اول شيء داره بنجاح يعني كان شر صوره في الانستغرام وجو يعني دار بونكوراج متفوق عليه، جيماجين كي عنده نجاح تاع 19، جيماجين كي عنده مناجر وعنده ناس يتمشي له تسوق له الصوره تاعو، حتى ربما الناخب الوطني يتكلم معاه يعني ربما. هادشي اللي قالوا الناخب الوطني قال تكلمت مع اللاعبين اللي ما استدعوهمش اكثر من القائمه، اكثر من اللاعبين اللي استدعيتهم بلا علاه تسجلهم، ما سجلتش راهو جاي عندك راه تهضر معاه، ليه ما راحش يعني تستدعيه ولا هذاك؟ لازم تكون عندك عامل من الناحيه الذهنيه اللي باش يعرف اللي اتو مومون كيما قلت ربما في العوده تعاود يعني تستعيد، هذه هي. ولكن يعني يعني انطلاقا من مبدا لعاب ذوي المستوى العالي هو لعاب يعني تاع المنافسه، ستان جوور كومبيتيتور لازم يكون واجد في اي وقت كما نقول لك يقبل اي قرارات من المدرب. هذا ما نتمنى ان شاء الله، ان نكون الكل جاهز لهذه المباراه سواء في مباراه الذهاب او في مباراه العوده. علاش نقول الكل جاهز؟ لانه حتى الجمهور جاهز، حبينا نشوفوا ان شاء الله في المستوى تاع الجمهور برك. باوي ان شاء الله نتمنى. زميل وليد رئيسي كان تنقل ربما صبيحه اليوم من اجل الاطلاع على تحضيرات المنتخب او جماهير المنتخب الوطني المتنقلة إلى الكاميرون فيما يخص التلقيح، فيما يخص الأمور الطبية ولو تيست بي سي آر كونسيرنون، لأنه مهم جدا قبل التنقل إلى الكاميرون. عندنا صور على ما أظن وليد، دونك جوستومون راح نشوف واش قال الجمهور اللي كان اليوم يستعد ربما من أجل التنقل صبيحة الجمعة إن شاء الله إلى مدينة دوالا. يعني فيما يخص الرحلات يعني كاين 11 رحله مبرمجه اللي رايحه لدولها،
كاباسيتي 140 كاين تاع الخطوط الجويه الجزائريه وكاين التصيلي للطيران اللي فيهم 154 باكس بوغ التصيلي. يعني كاين مطارات يروحوا على الجزائر، يروحوا على وهران، يروحوا على قسنطينه، كاين واحد يروح يجوز على ورقله. كاين سبع رحلات تروح من الجزائر ان شاء الله، من الجزائر العاصمه. كاين قطاع كبير، كاين دو فول على وهران، كاين قسنطينه، وكاين واحد يروح على ورقله ان شاء الله، يجوز على ورقله ويروح غدوه ان شاء الله. في اللي رانا مسهلين الدواله ان شاء الله وفيها خير خويا بربي ان شاء الله. درتوا كاع الاجراءات اللازمه بربي ان شاء الله، كامل الاجراءات اللازمه راهي في المستوى. كيف استقبلكم والله بالبيا خويا، الحمد لله خويا فاتت طري طري بيان الحمد لله خويا. ميرسي ديريكتور رضا، ميرسي لاجونس كلوب دي لاجونس الوكاله السياحيه، كثر خيرهم والله فاتت طري طري بيان. وان شاء الله يا خويا نروحوا ونربحوا 2-0 خويا وليد. ان شاء الله نربحوا، توقعاتكم ماناش دايرين نربحوا ما نروحوش كاع، ان شاء الله نربحوا. عندنا ثقه في ليكيب تاعنا وان شاء الله نربحوا. هذا ما الله ان شاء الله نربحوا، ان شاء الله نربحوا لي روتور وعلى سلاله، ولو انه جامي ربحنا هذا المنتخب. دونك كما قلت لك نهار الشيخ ما نسحقوش نربحوه، 1-1 في الكاميرون، 0-0 في الجزائر، وتاهلنا للمونديال. يا عندي بيوتي هو مازال في هذه الدوره، مازال يعني مازال لما تسجل لما يكون في اوروبا. قوانين الشيخ فيما يخص مازال في اوروبا، لا في اوروبا خلاص في اوروبا لا. برنامج الجماهير الجزائريه جلال الانطلاقه راح تكون يوم الجمعه ان شاء الله. ان شاء الله راح تبدا صارت الخميس الى يعني الجمعه في الساعات الاولى، كان راح يكون كما كان يقول المسؤول تاع تورينغ 11 طائره راح تروح من الجزائر اتجاه الكاميرون. نقولوا برك انه هناك مجموعه من الانصار اللي لحقت الكاميرون اللي راحت ب يعني اموال خاصه، اموال خاصه ويعني باللي راحت على الخطوط الجويه المصريه لحقت تماك في صوره. كان انصار كادي، كان خالد، كان عصام، انصار اللي كانوا في الكاميرون في الكان انا عاودوا راحوا وحيلحقوا بهم حوالي 1000 ل 1200 مناصر جزائري او اكثر. نظن انه شيء جميل، وبالماضي كان شاك فوا يتكلم في الندوات الصحفيه ويتكلم قبل التنقل ولما وصل الى الكاميرون، تكلم على الوفد الجزائري ولا الانصار الجزائريين حيكونوا يتوافدوا على ملعب جابوما. نظن كما كنا نقولوا من قبل راح نلعبوا ضد 12 يعني بالحكم، حنا راح نكونوا 11 زائد الانصار تاعنا. قال لك لا لا، قال لك حتى كنت 11 ماشي 11 بالعقل. حنا ان شاء الله شيخ راح نكونوا 12 في دواله يوم الجمعه. لا لا هذا الشيخ 2000 مناصر جزائري في جابوما. تكلمت البارح مع مسؤولين في الاتحاد الكاميروني، مع حتى مسؤولين جزائريين في الكاميرون، اكدوا لي انه حوالي انصار عادل حوالي 2000 مناصر جزائري. كاين 1700 اللي رايحين مع التورينغ، وكاين حوالي من 2000 مناصر 1500 مناصر اللي جايين من اوروبا، من ساوش الجاليه تاعنا اللي في اوروبا. والناس اللي عادل انت اللي تعرف مليح الكاميرون، وانت طبعا رقم متواجد على مستوى الاتحاد الافريقي لكره القدم، تبقى دائما مفخره للجزائر. اتونسيون نحب الجزائريين متواجدين في هذه الدوليه، سي تري امبورطون. نظرا لما حدث في كاس افريقيا والاعتداء اللي كان تعرضوا له الصحافه الجزائريه الزملاء الصحفيين، واش قدرت تنصح هذا الانصار المتنقلين الى مدينه الدواله؟ شوف يا الديبلاسمون ولا اللي راهم رايحين، راهم رايحين نهار يعاودوا يرجعوا في نفس اليوم. يعني راح تكون دي فواياج اورغانيزي من المطار للملعب ولا المطعم للملعب. انا ننصح انه الناس دائما تبقى جروبي، دائما تروح مع الناس اللي معاها، ما يخرجوش منه من حتى ولو انه راك رايح على جال نهار راح تشوف الفريق الوطني، نروح للملعب نشوف الملعب تاعي ونعاود نريد ان نتفادى المآسي. اتونسيون حتى نتفادى اي شيء، ماشي غير لي زاغريسيون ولا الاخر، حتى الامراض حتى كل شيء. واحد يروح ياخذ حذره على نفسه، هذيك هي الحاجه الاهم في لي ديبلاسمون هذوما. شكرك عادل. راح نولي في الجزء الرابع ان شاء الله باش نتكلموا على الجانب الاعلامي الذي اصبح يلعب دورا هاما من اجل تحقيق ربما او مساعده المنتخب الوطني. نروح مباشره الى فاصل وبعدها سنواصل.